أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. قبل الدخول في تفاصيلها نتابع كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع سنوي موسع لوزارة الداخلية الروسية. معقد ويطال جميع مجالات الحياة ومنها الأمن والديمغرافية والثقافة، وهنا التعامل يجب أن يكون شامل ومعاصر، وما هو الضروري القيام به أيضا حل جميع القضايا المرتبطة بالهجرة وجعل الحلول سهلة، وعملية الحصول على البطاقات لإمكانية التواجد المؤقت في روسيا، والتي بحاجة إلى تشكيل أنظمة سريعة وسهلة الفهم بالنسبة للمواطنين. وأطلب من رئاسة الحكومة أن تدعم العمل وتنسيق هذا العمل، وهذا يمكن أن يساعد بمتابعة الوضع الهجرة في البلاد الذي يهم الأمن الوطني بشكل عام. وأكرر بأن حل القضايا المتعلقة بتطور البلاد مرتبطة أيضا بالهجرة، وما هي الاختصاصات التي تحتاجها البلاد والأقاليم، وما هي المهنية ومستوى درجة التعليم لأولئك الذين يأتون للعمل في روسيا. هذا يجب النظر به، ونحن تحدثنا عن هذا الموضوع أيضا. ولذلك أطلب من الحكومة ومن مجلس الأمن في روسيا وغيرها من الجهات المختصة النظر بشكل خاص إلى سياسة الهجرة في روسيا، وأن يعبر عن القرارات التي يتخذوها في يوليو من هذه السنة. ويجب أن يكون هناك نهج مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد في هذا الإطار. ومن المعروف أن الهجرة تلعب دورا كبيرا أو مرتبطة بشكل كبير بالمواضيع الاقتصادية، فمن الضروري أن يكون هناك جزء المرتبط ب. إذن نكتفي بهذا القدر، حيث أكد بوتين خلال هذه الكلمة أن تأمين المناطق المنضمة لروسيا هو أمر ضروري، وبأن هناك أيضا طبعا على خلفية هذا الاجتماع كان هناك زيارة ووصول اليوم للرئيس الصيني جين بينغ إلى موسكو بزيارة رسمية تستمر ليومين، طبعا بدعوة رسمية من فلاديمير بوتين. وطبعا من المتوقع أن تكون هناك عدة مسائل على طاولة الحوار بين الزعيمين، من بينها العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا والوضع العالمي الراهن، وطبعا موضوع الحرب الروسية على أوكرانيا. لا شك المتحدث الرسمي باسم الكرملين كان أعلن بأنه الزعيمين سيتطرقان إلى المبادرة الصينية التي كانت أعلنت بفبراير شباط من قبل بكين، وكانت وقتها الصين تحاول لعب دور الوسيط بإيقاف هذه الحرب.